اجي عليك بشيء عكسي مره ممكن. طيب سؤال وش الفرق بين المتعه والسعاده؟ المتعه والسعاده وش الفرق بين المتعه والسعاده؟ متقاربه جدا. السعاده ممكن انها تجيك من لا شيء، المتعه ممكن انها تجيك انك تسوي حاجه تحبها. انا يعني السعاده ممكن تجيك من ايش؟ ممكن انا وانا جالس كذا يا اخوي اروق فجاه صح. انا سعيد الان يا اخوي قمت بدري مثلا. اما فيه المتعه مثلا اني انا صاحب حرفه، صاحب صيانه هاتف مثلا، كيف اني اسعد مستمتع وانا اسوي الشغله دي، استمتع وانا اقرا، استمتع وانا العب كوره، استمتع. طيب وانت وش الفرق بين تحس انها نفسها المتعه هي نفس السعاده؟ انا شو المتعه انك نفس ما قال اخوي جميل، انك مثلا انا متعتي اني اسوي الشاهي ولي طريقه معينه، انا استمتع بهذا الشيء. في شاهي جيب السعاده مثل كاسة. خبر افرحني على الطاوله ما في متعه صح اوكي اني افرح، بس خبر جاني افرحني، وين الاستمتاع في اني مثل؟ طب انا اقول لك، انا اقول لك يا طمر رسام وش الفرق بين المتعه والسعاده؟ اسلم. المتعه انيه، يعني شلون انيه؟ انت تستمتع بلحظتها، تستمتع بالشيء هذا اللي انت تسويه الحين حلو. لكن لو بعدين مثلا تذكرته عادي، يعني ما راح يفرق معك الموضوع تمام. لكن السعاده شيء اسعدك الحين تمام، وجيت تذكرتك فيه بعد 10 سنوات يا ابو نايف بيسعدك برضه. ليش؟ لان الشعور دائم خلاص لاصق جوا مترسخ جوا بالك. لكن المتعه انيه، هذا الشيء السعاده بنفس لحظتها بنفس لحظتها. ايوه طيب اتفضل انك تكون مستمتع او سعيد. لا والله سعيد ولا لا، وتبسط الشعور الاهم منها كلها الشعور الطمانينه. صحيح الطمانينه. ليش؟ دقيقه خذوا الترمس. احمد حنيف تبي السعاده تعال تقهوى معنا لو سمحت، هذا خصوصي للجلسه. خذ رقمك تعال. اوكي وش هو السعاده؟ خذ رقمي والله عنف انا اجي هناك اخذها وتعال. طيب في لعبه، في لعبه عند الرجال ذا كل يوم نظره.